لو انت حضرتك من مواليد الستينيات، من مواليد لغايه سنه 70 75، انا اؤكد لك انه صوره لجدتك بالمايوه وصوره لوالدتك كات وبالمايوه، واكد لك. كنت فين بقى؟ في المنيا، في الصعيد، في سوهاج، في اسيوط، في بلطيم، في الزقازيق، في المنصوره، في المنوفيه، في صوره لست والدتك او لست جدتك لابسه المايوه او لابسه القط او لابسه الميكروجيب. واحب اقول لك انها لا كانت عاصيه ولا فاسقه ولا فجره ولا كافره ولا متبرجه ولا سافره ولا كل بقى انا مش عارف انت ايه مشكلتك مع الدين، يعني انا مش عارف انت ايه اشكاليتك مع الاسلام ومع الشريعه الاسلاميه ومع احكامه. يا حبيب قلبي، من احكام الشريعه الاسلاميه ان المراه المسلمه لابد ان تكون محتشمه قبل ما تيجي الستينيات والسبعينات. ربنا سبحانه وتعالى انزل في القران قال كده: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فحضرتك انت والقطيع اللي معاك عايزين تحرفوا الايه، بدل ما ربنا بيقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انتوا عايزينها وليخلعن خمرهن ويعرين اجسادهن. ثم انا قدام الناس دي كلها انا بتحداك ان انت تجيب صوره لجدتك كانت لابسه مايوه. ولو جبت يا استاذ ابراهيم لجدتك صوره لابسه فيها مايوه، فانا اسف، مش كل الناس زي جدتك. جايه النهارده اوجه رساله للاعلامي ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى اللي طلع يتكلم عن نساء الصعيد ويقول ان نساء الصعيد من محافظه سوهاج ومحافظه اسيوط وجنة ايام الستينات كانت الستات بتطلع بالمايوه وبتطلع بالقط. النهارده ليا الشرف ان انا البس لبس نساء الصعيد، لبس جدتي ولبس امي، واطلع بيه قصاد العالم كله واقول لهم شوفوا لبس نساء الصعيد اللي هو بيقول ان ايام الستينات ان الستات كانت تطلع بالمايوه. الستات عندنا في الصعيد احنا بنطلعوا كانوا بالبردة، امي وستي بيطلعوا بالبردة اللي انت ما تعرفهاش برضو. دي البردة، البردة دي طولها 5 متر وعرضها 2.5 متر، ما تعرفش حتى تطبقها. دي البردة اللي بتلبسها نساء الصعيد، دي البردة اللي بيطلعوا فيها، وبعض المحافظات بيسموها الملس. شرف ليا انا بنت الصعيد ان انا البس البردة بتاعت أمي وبتاعت ستي قصاد العالم كله عشان أقول لهم أوعوا تصدقوا الإعلام المضلل اللي بيتكلم عن نساء الصعيد وبيشتم فيهم ويهين ويقول أيام الستينات متصورين وبيطلعوا بكتافي، ويخص بالذكر محافظة سوهاج ومحافظة أسيوط ومحافظة المنيا. أنت تعرف إيه أنت عن نساء الصعيد ولا ستات الصعيد ولا تاريخ أجدادنا؟ ست الصعيد كانت تطلع بالبردة، ولو في يوم من الأيام صادف حد، أنا شفت جدتي رحمة الله عليها يوم ما كان يصادف حد ويسلم عليها كانت تحط إيدها في البردة كده عشان إيدها ما تلمسش إيد اللي بتسلم عليه. نساء الصعيد أشرف بكتير إن حد زيك يتكلم عنهم. إن كنت فاكر إن كل السيدات زي الست والدتك وجدتك بيلبسوا مايوهات وبيلبسوا قط، عند الصعيد لازم توقف وتحط خط احمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم احمد الصعيدي، ورد على ابو حملات اللي اتكلم على نسوان الصعيد. احنا صعيده وابو حملات ده طبعا اقل من احنا نرد عليه، اقل من الصعيد يرد عليه. واحد كافر زي سيد الاماني، زي ازيس، زي اسلام البحيري، كلهم كفره، فدول ما يستاهلوش ان احنا نرد عليهم اصلا، محطوطين في الاعلام لكن الله المستعان. دول ما ينفعوش اصلا يترد عليهم. بس انا رديت عليه، هرد عليه فيديوهين كده لامه وجدته وهم لابسين القط والميو بس. ادي كل اللي هرد عليه، يا رب تعجبكم. Jesus red bottom, Jesus bloody shoes. Hit the score, I can get them both. I don't want.
fuck with me if you wanted to. These expensive, these red bottoms, these is blood. What to do? He's my man. Back off, bitch. You don't want none of me. Come on, bitch. Don't tell him what to do. He's my man. Back off, bitch. You don't want none of me. But I bet I could. Trying to, but I bet I could. It's fucking showtime! Ah! Spotlight, moonlight, and white should be. Shimuraya, should look good in the moonlight. All these niggas so bad, man. It's fucking showtime! Ah! Spotlight, moonlight, then white should be Kichimura, should look good.